فالإطار السياسي عندهم تم تسجيل حالات يعني جرائم، هذا شخص يطعن زوجته في منطقة حساسة من جسد ست طعنات، هذا يطعنها في وجهها أمام أبنائها، هذا 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 يعني وصل خرج الأمر من إطار يعني ربح مادي إلى جرائم كتحمل فيها وزارة العدل التابعات، مديرية مندوبية السجون، إدارة السجون وغير ذلك، وزارة الصحة، يعني كتكلف الدولة على المستوى المادي. دابا ما بقيناش كنتكلموا على أنه يدير لواء، كتحمل الدولة التابعات، راك التابعات الاجتماعية على المستوى الفرد، على المستوى الأسرة، تشرد الأطفال، تشرد الأطفال وغيره. يعني كيفاش كتشوف أنت زعما شي توجيه في هذا الإطار هذا؟ هو كي كان يعني كلمة يعني استلهمها من الكاتب الروائي والشاعر رجل السياسة الفرنسي للقرن 19 فيكتور هوغو، كان كيقول لهم لمن يقول أن التعليم مكلف عليه أن يجرب كم يكلف الجهل. لما كيقولوا حق التعليم والفلوس شحال خصنا نصرفوا وكذا إلى آخره، كيقول لهم جربوا الجهل والحقارة والحضيضية كما سماها الدكتور العطري وغادي تشوف شحال غادي تكلفك. مثلا هذا السيد هذا وهذا السيد هذا اللي ضرب وهذا اللي طعن وهذا اللي شوها بسبب هذا التفاهه ومتابعتهم للتفاهه، احنا ما كندويوش على الجرائم مثلا اللي خارج هذا، احنا كندويو على الجرائم المترتبه على هذا نظام التفاهه في مواقع التواصل والاعلام. يعني لو كان هذا السيد فاهم في الاول راه ما كان ليسمح لزوجته اصلا مثلا انها دير هذوك التصرفات، وهذيك الزوجه ما كان لها ليسمح مثلا لزوجها انه يدير واحد التصرف معين وان ينشره مثلا على الملا. صار القضيه الان سيدي نبيل راه ما بقاتش في نصور مرتي في الكوزينه على قبل باش تربح الفلوس، ولا دابا صار الناس يتاجرون حتى بال ب ب ب ب بالموت. يعني مثلا انا وليت مشهور عندي مثلا في متابعين، وليت ما يسمى دابا المؤثرين، وليت يوتيوبر ولا انستغرامر ولا مثلا فيسبوكر ولا كذا ولا فلوغر، يعني انني انا اشتغل بهذا الموقع هذا وفيه كنصور راسي اليوم الصباح غدا في العشيه، كيتاجر في كل شيء، كيتاجر في كل شيء وحدين، حتى انهم وصار يتاجر بحمل زوجته، ها هي حملات وصلت كذا، حنا نعطيكم التصاور ديال ليكوغرافي مثلا ديال الطبيب ديالها، البيبي شحال وصل للسنتيمترات الى اخره. موضوع اخر ديال انهم معرضون للحسد وللعين والكذا الى اخره، هذا موضوع اخر وما مدخلينوش الحسابات ديالهم وهو حق. ثم ملي كيتولد الوليد حنا دايرين اللي سميتو، حنا مصورينه في السبوع، حنا كذا، ثم مات الولد وتاجروا بتسجيل لحظة دفنه وتشييع جنازته. يعني راه الإنسان وصل لواحد المرحلة ديال التدني لدرجة أنه حتى ذاك الجانب البشري فيه لحظة الموت. وبعض المرات أنا كنت دابا حنا أنا عطيتك مثال ديال من يتاجر بشكل واعي بهذه المسألة. الإشكال شنو هو؟ الإشكال هو متابعة الناس بشكل غير واعي، وأعطيك مثالا لتوضح لك علاش قلت المسألة بأنها بشكل غير واعي. في احدى المرات كنا قد شيعنا نسال الله القبول شيعنا جنازه ديال واحد الام ديال واحد الصديق ديالنا توفات، مشينا تدفنات السيده داروا عليها التراب راجعين، حنا باقيين في المقبره، احد الشباب كعرف نسال الله ان يسترنا ولا يفضحنا جا وقف عليا، السلام عليكم استاذ ياسين بخير لاباس عليك كذا الى اخره، قلت له مرحبا ولدي هانيك. وضعيه في حال هذيك تنتظر ان الشاب يقول لك، كنقول ربما الشاب متين وقع في قلبه انه الحاله المهيبه ديال الموت وكذا، ربما يطلب منك نصيحه، ربما يقول لك مثلا بغيت نحافظ على الصلاه كيفاش ندير، ربما يقول لك دعاء مثلا قريبتي هذيك. استاذ ياسين واش ممكن شي صوره نتصور انا وياك؟ فاصل المقبره. قلت له ما تقلقش عليه حبيبي الله يرضي عليك، ما عزيش عليا نكسر النفس ديال واحد مسلم، ولكن قلت له دور عينك الله يجازيك بخير، واش بان لك هذا المكان هذا واش دي نوقفوا نتصوروا يعني قبل هذا الشيء الوليد شنو هنا محل شاهد عندي كانه استفاق من غفله، قال لي والله العظيم استاذ ما رديت البال. تخيل هذا راه جاي مشيع للجنازه كيفاش ما رديتش المال؟ يعني انه بمجرد ما فاقت ليه ديك الشهوه ديال ناخذ صوره جاي يجري صوره انساب اللي هو في مقبره وحنا في موت، واش غنديروا بهذه الصوره هذه؟ حنا كاع الا تصورت انا وياك.